المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة. روسيا تعلن قرب تحرير لوهانسك وتتوعد بالرد على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وكالة مودز تتجه لخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي، والأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي بالساحل الإفريقي. الثالثة عصرا في القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وشدد المركز الإعلامي على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. كما قررت وزارة الداخلية مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلاً، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة، تمام، وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل، لا اما لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه ومفيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي إن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا تختلف عن بره بفضل الله. يعني المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجاً، ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، فبتسهل على المواطن ان هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بضروره التواجد مع المواطنين
بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يا ريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. نجاح كبير لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 147 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 26 طن مواد غذائية، كما تم ضبط أكثر من 105 أطنان سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وفي مجال عدم الإعلان عن السلع بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 14 طنا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 444 قضية، من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وقد تم ضبط 12 قضية بمجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن أقماح محلية. عقدت اللجنة التحضيرية للبرلمان العربي اجتماعها الثالث لعقد المنتدى العربي تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث بحث الاجتماع مجمل التحضيرات اللازمة قبيل انطلاق المنتدى المقرر عقده يوم 23 حتى 25 من مايو الجاري، ويأتي كمبادرة من البرلمان العربي اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية. أعلنت وكالة استخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن تصفية 9 من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذت في محافظة نينوى، وذكرت الوكالة الاستخبارية أنها نفذت هذه العملية في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب. عقد مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير عمرو عباس لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا ودول الجوار للاطمئنان على أحوالهم. وأشار مساعد وزير الهجرة إلى استمرار عمل غرفة العمليات التي تم تخصيصها لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، مضيفا أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغر أن عملية تحرير أراضي منطقة لوهانسك شارفت على الانتهاء، كما توعد شويغو باتخاذ بلاده إجراءات مضادة مناسبة ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، مشددا على أن تلك الخطوة أدت إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود. وأوضح وزير الدفاع الروسي أن بلاده سترد بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هي حماية الروس وسكان دونباس. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي أن أوكرانيا رفضت تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن الدول الغربية تحاول تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء حول العالم. تقوم أوكرانيا أو رفضت أن تنفذ قرارات مجلس الأمن واتفاقات مينسك، ولم يبقى أمامنا أي حل سوى البدء في هذه العملية الخاصة العسكرية. وكلما توقعاتنا حول ما كان يسعى الغرب لتحويل أوكرانيا إليه كانت قد أثبتت، وإن العملية التي أقرها الرئيس بوتين وهدفها حماية السكان المدنيين في أوكرانيا وبالأخص في دونباس وعدم السماح بتشكيل تهديد من ينطلق من أوكرانيا لأمن بلدنا. أعلنت كتيبة أوزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية أصدرت أمراً بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود. يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الروسية أن أكثر من 2000 من المدافعين عن مصنع أوزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا منذ يوم الاثنين الماضي. وأوضحت وسائل أعلام روسية أن هذه المرحلة تعد الأخيرة من حصار دام قرابة 3 أشهر للمدينة الساحلية. هذا وشوهدت عدة حافلات تقل عسكريين أوكرانيين على الطريق وهي تغادر ماريوبول ليل الخميس. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات الروسية بتدمير منطقة دونباس شرق البلاد بالكامل، مشيرا إلى أن موسكو تشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة. وقال الرئيس الأوكراني في خطاب عبر الفيديو كونفرنس إن منطقة دونباس أصبحت كالجحيم، مؤكدا أن القوات الروسية تكثف ضغوطها هناك. واعتبر زيلنسكي أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب. Russia, 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 Russia,
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين صرف دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بنحو 600 مليون يورو. وأضافت فوندر لاين أنه تم اقتراح قرض إضافي لأوكرانيا بنحو 9 مليارات يورو هذا العام، مشددة على سعي المفوضية لإنشاء منصة لإعادة إعمار أوكرانيا. تعهدت مجموعة السبع تقديم 19.8 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزارة المالية للدول الأعضاء في المجموعة بألمانيا. وأوضحت مجموعة السبع أنه تم تخصيص 9.5 مليار دولار من مبلغ الدعم كتعهدات جديدة بهدف مساعدة أوكرانيا في سد عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني. ومن جانبه وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة ضخمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وتعد هذه المساعدات هي الأكبر في الحزمة لمساعدات أمريكا لأوكرانيا حتى الآن. لتأكيد جديد على الدعم الأمريكي الكبير لأوكرانيا الذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة ضخمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. فبعد إقرار الحزمة الجديدة من مجلس النواب الأمريكي، وافق مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بتأييد 86 صوتا مقابل اعتراض 11. تشمل حزمة المساعدات التي تنتظر توقيع بايدن عليها لتدخل حيز التنفيذ عدة جوانب اقتصادية وإنسانية، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر بواقع 6 مليارات دولار. يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في وقت تحتدم فيه المعارك في شرق أوكرانيا وجنوبها. كما تشمل الحزمة نحو 9 مليارات دولار لضمان عدة أمور، من بينها استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية فضلاً عن مبالغ كبيرة مخصصة للجانب الإنساني. وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا حتى الآن، وتأتي بعد مصادقة سابقة من الكونغرس على صرف 14 مليار دولار لمساعدة كييف، بما يظهر رغبة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في دعم أوكرانيا دون إرسال أي قوات أمريكية على الأرض. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت حتى الآن ما يقرب من 3.49 ملايين لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأوضحت الوكالة البولندية أن نحو 22 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس، مقابل 21,500 لاجئ في اليوم السابق عليها. أبلغت شركة غاز بروم الروسية شركة الغاز الفنلندية الحكومية بتوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد غاز روم بدءا من غد. من جانبه طمأن الرئيس التنفيذي لشركة غاز الفرنسية العملاء بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغاز في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن شركته استعدت لهذا الموقف. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن المشاكل اللوجستية نشأت بسبب قيام القوات الأوكرانية بنشر الألغام في موانيها البحرية. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن منع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات. وشددت المتحدثة على أن اللوم يقع فقط على كييف، وأن روسيا تقوم باستمرار بفتح ممرات إنسانية في البحر. اتهمت بريطانيا روسيا باستخدام الغذاء كسلاح في أوكرانيا، داعية موسكو إلى وقف حصار الموانئ الأوكرانية بشكل فوري. وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة عبر تويتر أن دول العالم تعاني نتيجة لذلك، مضيفة أنه يجب على روسيا رفع حصارها فورا عن الموانئ الأوكرانية والذي يعيق تدفق السلع الأساسية.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يخطط لزيارة لمحطة نووية في جنوب أوكرانيا في المستقبل القريب. وأعلن غروسي عن نيته لزيارة المحطة النووية التي تخضع الآن لسيطرة روسيا خلال اجتماعه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو. وشدد غروسي على أهمية ضمان سلامة المنشأة، بينما أخبر كيشيدا أن اليابان تقدر بشدة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية. Also provides for safeguards and inspections of every. كشف كولين إليس رئيس الائتمان الأوروبي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة مودز للتصنيف الائتماني أن الوكالة في طريقها لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، مرجحا أن تشهد اقتصادات العالم ركودا اقتصاديا بسبب الظروف الراهنة. وأضاف إليس أن الوكالة حاليا في مرحلة مراجعة لتوقعاتها الاقتصادية التي كشفت عنها في مارس الماضي، موضحا أن المؤشرات في ذلك الوقت أظهرت أن اقتصادات مجموعة العشرين مثلاً ستنمو بنحو 3.5% خلال عام 2022، وهو ما أصبح من الصعب تحقيقه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. حذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع أن يعاني 7.7 من 10 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، مؤكدا أن عائلات بأكملها في منطقة الساحل على شفا المجاعة بسبب انتشار العنف وانعدام الأمن والفقر المدقع وارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية. أعلن البنك المركزي التونسي أن عجز الميزانية التونسي سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف البنك المركزي التونسي أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ 1.6 مليار دولار هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا. حذر رئيس وزراء سريلانكا من نقص الغذاء في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أزمة اقتصادية مدمرة، وتعهد بأن تشتري الحكومة ما يكفي من الأسمدة لموسم الزراعة المقبل لزيادة المحاصيل. هذا وتواجه سريلانكا التي تعتمد على السياحة نقصا حادا في العملات الأجنبية والوقود والأدوية وتباطؤ النشاط الاقتصادي إلى حد كبير. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من لندن الخبير الاقتصادي أحمد ياسين. بعد التحية أستاذ أحمد، يعني ما زالت البيانات الرسمية حول التضخم وتدهور الاقتصادات تتوالى حول العالم، وآخرها كان اتجاه وكالة مودس لخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي. كيف ترى الوضع مع تلك التوقعات في هذا الوقت؟ نعم، يعني هناك اقتصاديا لدينا مصطلح في اللغة الإنجليزية يسمى perfect storm، وهذا ما شاهدناه على مر السنوات الثلاث الماضية تحديدا منذ انطلاقة أو منذ يعني انتشار فيروس كورونا. التبعات الاقتصادية الخطيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا وحالات الإغلاق الشاملة التي شاهدناها في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية، كذلك أيضا التأثير المباشر على خطوط الإمداد العالمية، كل ذلك دفع بمستوى التضخم نحو هذا المستوى القياسي المرتفع.
لتأتي أخيرا الأزمة الأوكرانية. وتحديدا الأزمة الأوكرانية لم تكن سببا في ارتفاع مستوى التضخم، لا بل يجب علينا أن نوضح بأن العقوبات الاقتصادية الغربية التي تم فرضها على روسيا، وهي بلد مصدر أساسي للنفط والغاز، بالتأكيد لهذه العقوبات كان التأثير الاقتصادي السلبي والخطير، إذ أن بسبب هذه العقوبات الاقتصادية أدى ذلك إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة خاصة النفط. وكما تعلمين هناك حال من التلازم بين ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وأيضا روسيا مصدر كبير للقمح، وهو ما تسبب في هذه الأزمة الغذائية حول العالم. نعم، هذا ما كنت أود أن أشير إليه انطلاقا من التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. يعني روسيا وأوكرانيا تعدان مصدران أساسيان بالنسبة للحبوب والزيوت، وكذلك أيضا الذرة. وتبعات الأزمة الأوكرانية وتعطيل خطوط الإمداد داخل أوكرانيا والموانئ الأوكرانية بالتأكيد كان لذلك سبب أساسي ومباشر في ارتفاع أسعار هذه السلع الأساسية. ولكن أسعار الطاقة بالتأكيد كان لها الدور الأساسي في ارتفاع مستويات التضخم. يعني هنا في بريطانيا لدينا الآن مستوى التضخم حوالي 9%، وهذا مستوى قياسي مرتفع. كذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد مثل هذا الوضع للتضخم سوف يكون له تبعات اقتصادية خطيرة للمرحلة المقبلة، أي أن هذا مستوى التضخم المرتفع سوف يؤدي إلى إجبار البنوك المركزية لاتباع سياسة نقدية مختلفة، كل الاختلاف عما شاهدناه منذ انطلاقة الأزمة العالمية في عام 2008. يعني كما هو معروف منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 والبنوك المركزية اتبعت سياسة نقدية مرنة من خلال برامج مكثفة لشراء السندات والقيام بخطوات متتابعة لتنفيذ quantitative easing، أو ما يعرف باللغة العربية يعني طباعة العملة واقعيا. ولكن بالتأكيد ارتفاع مستوى التضخم إلى هذا المستوى المرتفع سوف يؤدي إلى إرغام البنوك المركزية لتغيير سياستها النقدية. وهنا أود أن أشير بالتحديد إلى التبعات الاقتصادية لمثل هذه الخطوة بالنسبة لمنطقة اليورو، إذ أن منطقة اليورو هي أيضا تشهد مستوى مرتفع قياسي في التضخم، وهو الأعلى منذ اعتماد اليورو كعملة موحدة بالنسبة لأوروبا. ومثل هذا الوضع سوف يجبر البنك المركزي على اتباع سياسات مختلفة في العالم. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أهلا بحضراتكم من جديد. تعتزم الرئاسة الفرنسية إعلان حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة اليوم، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد مقرر له أن يكون يوم الاثنين المقبل. كان ماكرون قد اختار إليزابيث بورن رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة، وقد المرة الثانية فقط التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا خلال 30 عاما. من بين تحديات كثيرة وملفات شائكة تفرض نفسها على أجندة عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الجديدة، يبرز تحدي تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة ومساعدته في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو المقبل. فإليزابيث بورن التي تولت رئاسة الحكومة قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية، مطالبة الآن بوضع استراتيجية انتخابية رابحة لكي يحافظ حزب ماكرون على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية، والذي شدد بدوره على أن حكومته ستكون منفتحة على أي شخص يدعم مشروعه، متعهدا بأن تكون البيئة مركزية في ولايته الثانية. تحديات داخلية وخارجية كثيرة تنتظر ترتيب أوراق
أوراق البيت الفرنسي، يتصدرها أيضا أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعهد الرئيس الفرنسي أنه سيبقي على الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء وخصما حكوميا على أسعار الوقود في المضخات إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع، كما حدد المزيد من التدابير بما في ذلك دعما أكبر لذوي الأجور المنخفضة والعاملين لحسابهم الخاص وأيضا المعاشات. وعلى الصعيد الدولي، ما زالت فرنسا تبقي على عدد من الأولويات قبل شهرين من انتهاء رئاستها للاتحاد الأوروبي، تتمثل في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد والسيطرة على الهجرة غير المشروعة وتعميق التعاون الدفاعي، إلى جانب تطوير نموذج نمو اقتصادي أوروبي قائم على الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة. كما لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا تفرض نفسها على أجندة ماكرون خارجية، والتي ربما تحمل في جعبتها المزيد خلال الفترة القادمة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي. بداية تحية لك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم، من وجهة نظركم ما التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة؟ أعلنها رئيس الجمهورية الفرنسية هناك ثلاث تحديات أساسية. أولا، مساعدة الفئات ضعيفة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز القوة الشرائية لهم، وهذه مسألة أساسية بالنسبة لاستقرار المجتمع الفرنسي. النقطة الثانية والهدف الثاني هو مسألة مكافحة التلوث البيئي والمحافظة على البيئة، وهي موضوع الأجيال القادمة والشباب وخاصة الذين سيدخلون سينتخبون في الشهر المقبل يولون أهمية كبرى على هذه النقطة. النقطة الثالثة هي مسألة التقاعد، وهو مسألة تهم الفئات الكبرى من الشعب الفرنسي، وهو مسألة تأجلت كثيرا ولكن صارت ملحة. هذا من ناحية السياسة الداخلية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحية السياسة الداخلية الأخرى، أي مسألة الهجرة ومسألة الاستقرار، يريد إيمانويل ماكرون من حكومته أن تهتم بإدماج شباب الهجرة بشكل التام في المجتمع الفرنسي والحد من التمييز وجعلهم يتعاملون بشكل عادي كأهالي البلد. ومن ناحية السياسة الخارجية، يريد إيمانويل ماكرون بناء علاقات جديدة بين مصر مثلا في الشق الجنوبي، في الشاطئ الجنوبي البحر المتوسط، ويريد وكذلك مع البحر المتوسط يريد بناء سياسة جديدة، وهذه السياسة سيبنيها على تبادل المصالح والتشاور. يعني حضرتك تتحدث عن أن هناك عدد من التحديات الداخلية والخارجية، ولكن هناك أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، دي من أهم مشكلات المواطن في فرنسا من الإجراءات الجديدة اللي بينتظرها المواطن من التشكيل الحكومة الجديدة. شايف حضرتك أنه هنقدر يعدوا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية؟ طبعا، هذه الأزمة الاقتصادية العالمية يجب أن نتأكد من أسبابها. هناك أسباب يعني هي من وراء مسألة جائحة الكورونا، ولكن بدأ تجاوز هذه الأزمة، ثم أتت الحرب على أوكرانيا وتأزمت المسألة أكثر وصار الارتفاع. لكن الارتفاع، هناك ارتفاع هيكلي في الأسعار، وهو مسألة الطاقة ومسألة، وهنا الحرب على أوكرانيا هي لها مسؤولية كبرى. ثم هناك المسألة المؤقتة، وهذا يمكن تجاوزه، ولكن الرئيس ماكرون مع الحكومة الجديدة سيعمل بطريقة تختلف عن ما سبق في الماضي. في الماضي أراد أن يعطي دعما مؤقتا للفئات ضعيفة الدخل بمساعدتها على تخطي الأزمة مرحليا. هذه مع الحكومة الجديدة سيحاول أن يدمجهم في العمل في منظومة التشغيل لكي تكون لهم مردود، وسيساعد على رفع مستوى الأجور.
هذا هو السياسة، هذا الاختلاف السياسة بين السياسة الماضية والسياسة القادمة لنفس رئيس الجمهورية بعد أن صحيح. هناك تحديات كثيرة تواجه التشكيل الحكومة الجديدة وترتيب أوراق مع البيت الفرنسي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان وتستمر حتى 24 مايو، يتخللها اجتماع لتحالف كواد. وبحسب البيت الأبيض فإن بايدن سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كما سيلتقي أيضا في طوكيو قادة التحالف الرباعي كواد الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة أستراليا واليابان والهند. قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال الأيام المقبلة. وفي تصريحات صحفية أضاف كيشي أن هناك احتمالا أن تتخذ كوريا الشمالية مزيدا من الإجراءات الاستفزازية، بما في ذلك احتمال إطلاق مثل هذا الصاروخ بعيد المدى. ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن البلاد ستبدأ في إعطاء الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا الأسبوع المقبل للمسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مرضية. جاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس الوزراء على تعديل المرسوم الوزاري المطلوب لتقديم الجرعات الرابعة بهدف منع تطور أعراض فيروس كورونا الشديدة، بينما سيتم إعطاء جرعات اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية الأمريكيتان فايزر وموديرنا للأفراد الذين تلقوا جرعات ثالثة قبل 5 أشهر على الأقل. أعلنت شنغهاي عن أول إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي منذ 5 أيام، مما أدى إلى تشديد القيود وإجراء اختبارات جماعية في أحد الأحياء. اكتشفت شنغهاي 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عائلة واحدة بمنطقة شينغبو، وقالت السلطات إن الجميع حصلوا على 3 جرعات من اللقاح وإن إصابتهم اكتشفت أثناء اختبارات دورية. أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل 263 ألف إصابة جديدة بالحمى ووفاة شخصين، وبذلك يرتفع عدد الحالات إلى أكثر من 1,000,000 إصابة خلال أسبوع واحد فقط من الإبلاغ عن أول إصابة. وأدى نقص الموارد الطبية في البلاد إلى إصدار الوكالة الأممية لحقوق الإنسان تحذيرا من احتمال مواجهة السكان عواقب صحية وخيمة. بعد 2.5 عام على انتشار كورونا، حاربت فيها دول العالم الفيروس وتسارعت الحكومات للحصول على لقاح لمواجهته، بدأت كوريا الشمالية تعلن عن إصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة. فبيونغ يانغ دخلت في موجة كبيرة من الإصابات وصلت إلى أكثر من 2,000,000، مما أثار القلق بشأن نقص الموارد الطبية واللقاحات في الدولة المعزولة التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية. الجارة الجنوبية والولايات المتحدة عرضتا على كوريا الشمالية إرسال مساعدات، ولكن وفقا لتصريحات مسؤول جنوبي أكد أن بيونغ يانغ رفضت تلك المساعدات في الوقت الذي تفتقر فيه كوريا الشمالية إلى القدرات اللازمة لإجراء فحوص فيروس كورونا. ورغم الارتفاع الشديد في عدد الإصابات، إلا أن القيادة السياسية لم توقف النشاط الزراعي والمصانع، والبلد تعمل كأن شيئا لم يكن.
وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حذرت من العواقب المدمرة لفيروس كورونا على سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة، في الوقت الذي يخشى فيه مسؤول منظمة الصحة العالمية أن يؤدي انتشار الفيروس دون رادع إلى ظهور متحورات جديدة أكثر فتكاً. وفي محاولة لطمأنة المنظمة العالمية أعلنت كوريا الشمالية أن تفشي المرض يأخذ منعطفاً إيجابياً. قال وزير الصحة الموريتاني إنه جرى تطعيم 567,330 شخصاً باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أسبوع، وهو معدل يفوق المستهدف تطعيمه بنسبة 107%. وفي مؤتمر صحفي أضاف الوزير الموريتاني أنه جرى تطعيم 274,926 شخصا بالجرعة الأولى و 219,182 بالجرعة الثانية، مشيرا إلى أن هذه النسبة التي تم تحقيقها خلال هذا الأسبوع غير مسبوقة خلال جميع الحملات السابقة بهذا المستشفى، وهي مناسبة لأهنئ القائمين على هذا المركز. أعلنت السلطات الأسترالية رصد حالة عدوى محتملة بمرض جودري القرود، وهي لمسافر عاد مؤخرا من أوروبا. وذكرت إدارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز أن رجلا في الأربعينيات من عمره مرض بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني، وظهرت عليه أعراض متوقعة سريريا مع جودري القرود. وأضافت في بيان أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعون حاليا للعزل في المنزل. إلى ذلك، شرعت السلطات الصحية في بريطانيا في تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بجدري القرود. يأتي هذا في وقت تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء من أوروبا. وأعلنت بريطانيا ارتفاع عدد المصابين بالمرض الجديد إلى 11 حالة، فيما قالت المتحدث باسم وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، ولكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية. أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا ظهور 14 حالة جديدة بجدري القرود، مما يرفع الإصابة إلى 21. وقالت صحيفة إسبانية أن وزارة الصحة أطلقت تحذيرا صحيا بعد الكشف عن 8 حالات إصابة بفيروس جدري القرود في مدريد، مضيفة أن الخدمات الطبية لم تتمكن من تحديد صلة ما بين المصابين، مما يعني أن هناك عدة سلالات لانتقال العدوى. أصيب 3 أشخاص أحدهم في حالة حرجة في حادث طعن جنوب شرقي النرويج. وقالت الشرطة المحلية على تويتر إن الحادث الذي وقع في بلدة صغيرة غربي أوسلو تم تصنيفه على إنه عمل عنف مهدد للحياة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على مرتكب الهجوم. كشف مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين أن أكثر من 53 مليون شخص نزحوا داخليا نتيجة للصراعات والعنف منذ نهاية العام الماضي في 59 دولة ومنطقة حول العالم. وأوضح المركز في تقرير له أن أفغانستان وسوريا واليمن من أكثر دول العالم التي تشهد أكبر عدد من حالات النزوح الداخلي. حياة المخيمات حاضر يعيشه الملايين من اللاجئين على مستوى العالم، لاجئون لم تتسع بلادهم لاستيعابهم رغم كبر مساحتها الجغرافية، لاجئون وجدوا بالمخيمات المكان الآمن لهم رغم قسوة العيش بها، لم يلجأوا إليها راغبين ولم يقبلوا العيش بها إلا على مضض وهروبا من قسوة الواقع، آملين في مستقبل ينهي معاناتهم ويحترم إنسانيتهم المفقودة. التقرير الصادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين أظهر أن أكثر من 53 مليون شخص نزحوا داخليا نتيجة الصراع والعنف نهاية العام الماضي في 59 دولة ومنطقة حول العالم، خاصة في أفغانستان وسوريا واليمن التي تعد من أكثر دول العالم التي تشهد أكبر عدد من حالات النزوح الداخلي.
سوريا تعد أكبر دولة عالميا من حيث عدد النازحين، حيث وصل عددهم إلى 6,700,000 نازح داخلي، بينما سجلت اليمن 4,300,000 نازح. التقرير أظهر أن أكبر تجمع للأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب العنف والصراع كان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث إن من بين 14,400,000 شخص اضطروا للفرار من العنف العام الماضي، كان هناك أكثر من 80% منهم في إفريقيا جنوب الصحراء. وأفاد التقرير بأن موجات الجفاف الشديدة ودرجات الحرارة القصوى كانت من أحد العوامل التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين، وهو ما يؤكد أن قضية اللاجئين تستحق اهتماما دوليا وتكاتفا عالميا من أجل مكافحتها. إلى ملف حياة كريمة، حيث أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة 1 تريليون جنيه. وخلال مشاركته في جلسة حول مبادرة حياة كريمة بقمة المدن الإفريقية بكينيا، أضاف شعراوي أن الدولة تبنت منذ عام 2014 وحتى عام 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياتهم. أطلقت وزارة الصحة 8 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنطلق القوافل اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية. هذا وتزور القوافل المحافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط وبني سويف والأقصر وسوهاج. أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أهمية دور الإسلام الصحيح في العلاقات الدولية، مشددا على ضرورة تحديد من هم علماء الدين الثقافات الذين يتحدثون باسم الإسلام وعدم ترك الساحات للمتطرفين لتشويهه. وخلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في جامعة أكسفورد البريطانية، أعرب مفتي الجمهورية عن أسفه أنه في كثير من الأحيان تستسلم وسائل الإعلام الغربية لخطاب المتطرفين من التيارات المتشددة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي والنهوض بها إلى مستويات أفضل. وخلال لقائها مع رؤساء المجالس التصديرية، أشارت وزيرة التجارة إلى أن الحكومة تدرك الدور المحوري الذي يقوم به رجال الصناعة للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة وأن الحكومة تنظر لقطاع الصناعة على أنه قاطرة النمو الاقتصادي، موضحة حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة للقطاعات الصناعية لزيادة معدلات التصدير. عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية. جاء ذلك خلال فعاليات البعثة التجارية للمملكة المتحدة للترويج لخطط الحكومة التنموية والفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية. وذلك حيث تم خلال اللقاءات بحث أطر التعاون المشترك وعرض فرص للاستثمار في السوق المحلية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه، ومناقشة آليات وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة. عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عددا من الاجتماعات التنسيقية عبر تطبيق زوم، وذلك مع الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في عدة جلسات ضمن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قالت مكرم إن هذه الاجتماعات جاءت للوقوف على الترتيبات النهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مؤكدة أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي. نعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان القدير سمير صبري الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل من عظماء الإبداع والتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة، مشيرة إلى أنه يمثل أحد ركائز نجاح الأعمال الفنية المتنوعة التي شارك فيها. انتهت نشرتنا ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة. روسيا تعلن قرب تحرير لوهانسك وتتوعد بالرد على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وكالة موديس تتجه لخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي، والأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي بالساحل الإفريقي. انتهت نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.